السلام عليكم. اليوم نتكلم على واحد من أكبر المشاريع التنموية اللي راهي تنجز في الصحراء الجزائرية، وهذا يعني بعد ما تم موافقة في المجلس الوزاري الأخير على مشروع الانطلاق بإنجاز خط سكك حديدية يربط مدينة تندوف بمدينة بشار على مسافة 950 كيلومتر. وهذا المشروع هذا تم كما نشاهدون تم يعني الدراسة قد تمت في 2018، يعني هذه مدة تقريب 3 أو 4 سنوات كانت فيها الدراسة، ويعني اندارت الدراسة الأولية نتاع المشروع هذا، وسوف يعني يكتمل سكون ابل لا بينيترونت دو لويست، تكتمل من وهران الى سيدي بلعباس الى النعامه الى بشار ثم الى تندوف وباتجاه كارج بيلات. اذا الجزء المتبقي هو 950 كيلومتر بين بشار ومناجم غارج بيلات. وهنا من هذه المناسبه نشوف أنه المشروع هذا سوف ينطلق في 2023، يعني السنة المقبلة بعد ما تم المصادقة عليه في مجلس الوزراء الأخير هذا كما قلنا، وبعد ما نص عليه يعني تكلم عليه يعني دار لانونس نتاع الوزير تاع الطاقة سيد محمد عرقاب عندما قام بزيارة إلى تندوف في الآونة الأخيرة. إذن هنا رانا بصدد انطلاق أكبر مشروع، يعني ميجا بروجي نتاع 1000 كيلومتر تاع سكك حديدية في الجهة الغربية للوطن. نتمنى إن شاء الله أن هذا المشروع هذا ينطلق في يعني الخطوات الأولى نتاعو في بداية السنة المقبلة، وإن شاء الله يكون التجسيد لي يعني يدخل في إطار الاستغلال تاع المشروع الكبير، يعني المشروع الاستراتيجي نتاع الاستغلال نتاع الحديد في منطقة غارج بيلات. إذن هذا مشروع مكمل للمشروع نتاع استغلال المناجم بغارج بيلات. إذن نكتفي بهذا الحد، ونتمنى إن شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم.